برنامجنا نوقف دقيقة صمت على روح الشهداء. فالكلمة نعطيها للأستاذ إبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل. حزب سوريا المستقبل سيتكلم بلغة السوريين كلهم ولن يقصي أحد. لماذا هذه المؤتمرات؟ لما هذه اللقاءات؟ عند أي شخص أو أي مؤسسة تسعى لأن تكون نواة حقيقية لمجتمع ما فعليها أن تعرض بضائعها، ونحن بضاعتنا في حزب سوريا المستقبل هي التعددية، الوحدة، سوريا للجميع، سوريا لا لمكون واحد، سوريا لكل أبناء السوريين. الهدف الأساسي من هذه اللقاءات، وأنا كما قلت وأقولها الآن، هو أن ننشر فكر الحزب، أهداف الحزب. لم يحضر الكل المؤتمر التأسيسي، لكننا بدأنا نحن نتنقل من مدينة إلى مدينة ومن منطقة إلى منطقة ومن قرية إلى قرية كي نوضح أهداف حزب سوريا المستقبل. ما هي برامج حزب سوريا المستقبل؟ ما برنامجه لحل الأزمة السورية؟ ما مستقبل سوريا لاحقا؟ نعم، حزب سوريا المستقبل يعقد هذه المؤتمرات ليسمع أصوات شعبنا وأهلنا السوري، وكذلك نسمع صوتنا لكل أبناء سوريا. ولن نقف في الشمال السوري، بل سنصل إلى كل المناطق السورية تحت سيطرة أي يشاء ومن يشاء.